نخدم هذا الفرصة كجمعية لحماية المستهلك باش كذلك نتوجه للإخوة التجار فيما يخص قانون 1521 المتعلق بمحاربة المضاربة الغير شرعية. ونقول للإخوة التجار ما كان لا تخافوا والله ما كان والو. القانون هذا راه جاء لمحاربة كبار المضاربين اللي راهم يتلعبوا بقوت الجزائريين. وأي تاجر اللي يخدم بطريقة قانونية عنده سجل تجاري تاعو، المخزن تاعو مصرح لدى مصالح الولاية للتجارة وعنده الفوترة يعمل بطريقة عادية وواحد ما راح يظلمه. وشنو كان المشكل؟ على بالكم بلي المضاربة هذه راهي كادت أن تعصب بالمجتمع الجزائري، وكذلك عصفت كذلك باستقرار السوق وارتفاع الأسعار تاع المواد الأساسية المدعمة اللي دعمتها الدولة الجزائرية. يعني من غير معقول يعني مواد مدعمة تباع في بعض الأحيان يعني كما نقول بهامش الربح يعني جد معتبر. إذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أنتم ثاني كذلك يا أخوة التجار راكم مواطنين وراكم تستهلكوا في مواد أخرى، إذا لا داعي للقلق ولا داعي للخوف، المضاربين الكبار هما اللي راهم في خطر.